يعني حتى لا نحمل المسؤوليه بس للاداره، الاداره يقول لك انا قاعد اروح بس ما حد يفتح لي بابه، ما حد يعطيني. هسه الازمه هاي كلها اللي يمر بها نادي النجف 350 مليون تفض كل المشكله، يعني تمشيك لمده 6 اشهر 5 اشهر. نتمنى من المحافظه، انا قلت للمحافظه قلت له اذا ماكو ما استثمار، اذا تقول استثمار تاخر ما اعرف شنو، تقدر تتقرضون قرض اخذ من اي واحد، ماكو محبين لنادي النجف، يعني اكو ابواب، لازم اسوي اكو قرض اخرى 300 مليون اجيبهم الكابتن عدنان درجال يمكن بعتهم يعني بمبلغ من المال. نتمنى المحترفين ما ينزلون، يعني احنا قبل لا يبدي الدوري المحترفين ما ينزلون للتمرين، يردون فلوسهم وتعال هم روح، والكادر التدريبي يروح، الكابتن حسن يابه باكر يابه عقبه. انا حتى والله العظيم الاستاذ رحيم لفت اتصل لي البارحه، والله استحيت اجاوب، يعني استحيت اجاوب. الرجل يقول لي محمد انا شنو اسوي، يعني قاعد اروح الناس كلها قاعد اتصل، قاعد اخابر لا ليل لا نهار نهار. زين نتمنى من الناس المسؤولين، السيد المحافظ فدوه اروح لك هيك اريد اقول لك أن توقف مع نادي النجف، وهو إن شاء الله ما مقصر. محافظة محمد، أنت مو رحت للمحافظة؟ أنا رحت للمحافظة. شنو اللي صار بينك وبينك؟ قال لي أني ما عندي صلاحية أصرف. أنا هسه وزارة المالية إذا 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 أعطوني صلاحية أصرف، أنا هسه أصرف للنادي. فنتمنى على النادي، عندنا لعبات مهمة، الفريق لو شايفه شلون توليفة شبابية ما كلفت النادي هواي، مبالغ قليلة، كل العقود قليلة. وشوف قاعد يعني اغلبها رواتب يعني اكثريتهم رواتب، يعني بس يمكن المحترفين واحنا كم لاعب يعني ونتمنى يعني نتمنى يعني من الناس، هاي المحافظه فريق النجف فريق كبير، نتمنى ما يقل شيء عن كل الفرق الجماهيريه. نتمنى ان الناس كلها توقف مع هذا الفريق، نتمنى من المسؤولين الناس الاعضاء، قد اكو اعضاء النجفيين هم اعضاء بالبرلمان، نتمنى ان يخاطبون رئيس الوزراء، يخابرون يعني يتصلون بالبرلمان حتى تنحل مشكله النجف. النجف مشكلته مو مشكله كبيره، مشكلته 350 مليون 300 مليون تفض المشكله كل المشكله. زين نتمنى بشكل عام محمد، بشكل عام ايش قد مستلمين انتم من هذا الموسم؟ ما استلم يعني كل لاعبين يمكن احنا جابوا لنا مبالغ، جابوا لنا تقريبا كل لاعب 1.5 مليون، أيه. مبلغ بسيط تمشي حال، قالوا هذا مصرف جيب، اكو لاعبين اخذوا واكو لاعبين ما اخذوا. ليش؟ يقول لك اني دفعتي الاولى مو هيجي، انا هاي مو دفعتي، انا اريد الدفعه الاولى، انت موعدني قبل اسبوع من الدوري، اجى اسبوع اجت اللعبه الاولى، اجت اللعبه الثالثه وعدونا ورا اللعبه الثالثه اكيد 100% ورا لعبه السماوه، ورا لعبه السماوه. شنو اللي صار بعد فوزكم على السماوه؟ الامور كلش طبيعيه قبل اللعبه وبعد اللعبه وفرحانين، وتعرف اول فوز بعد صارت انتكاسات مال النفط الوسط ولعبه الديوانيه، اجينا فايزين لعبه السماوه والفريق فرحان، وهاي حتى وعدونا بخير انه فلان موعد راح يجيك الفلوس، اجى الموعد اجى ماكو، فما اعرف يعني بيد من الحل ما اعرف. حتى المفروض يعني استاذ علي المفروض السيد المحافظ يضغط على المطار